الموقع الرسمي بتاع الاتحاد وخلاص. حد مرة يطلع يقول لنا من قناة أبو ظبي، وحد يطلع يقول لنا مش عارف منين، وحد يطلع من قول لنا إيه، وحد طب اقعدوا بس مع بعض الأول وشوفوا الصح إيه، وبعد كده الموضوع يبقى واضح للناس. وبعد كده رئيس لجنة المسابقات بالمناسبة يقول لك إيه، وهو موجود في كل الصور، في كل الصور رئيس لجنة المسابقات يقول لك أنا ما شفتش حاجة وما سمعتش حاجة. أمال هو الأستاذ حسام كان واقف بيعمل إيه؟ كل ده مش سامع ولا شايف؟ حضرتك ما سمعتش وما شفتش؟ أنا لا أسمع لا أتكلم؟ هو اللي عليه السهم ده الأستاذ حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات. وخدوا بال حضراتكم ما بين قوسين، هو مش أنا اللي بقول برضه عشان تبقوا حضراتكم عارفين، بيشجع نادي الزمالك. فمبسوط مع يعني إذا ما كنتوش عارفين تديروا أزمة فكيف تدير اتحاد كرة القدم المصري؟